ابوس ايدك يا سعاده الباشا وحياه ولادك، مش عايزه دم بنتي يروح حاضر. يا ستي ما قلتلك اطمني، دم بنتك مش هيروح حاضر باذن الله. ما انتوا هتلبسوها لعلي القاضي. ايه نلبسها لعلي القاضي؟ على ما تاخدي بالك من كلامك شويه يا ست، انا ما بلبسش قضايا لحد. مش علي القاضي هو اللي اتنيل اعترف؟ وبعدين تعالي هنا بقى، مش غريبه يعني انك تبقي محموقه قوي علشان مسكنا اللي قتل بنتك بعد ما اعترف بنفسه؟ علي القاضي مش ممكن يقتل بنتي. علي القاضي اكتر واحد حبها في الدنيا، ده لولا علي القاضي يا باشا كان زمانها موتت نفسها من زمان. ده علي القاضي هو اللي حاش عنها ابوها وظلمه فيها، حبها حب ما حدش في الدنيا كلها حبها قدو. ده يمكن كان احن عليها مني، ده لو كانت اتجوزته كان زمانها عايشه في سعاده وانا ما حدش شاف. غيرش الفلوس اللي لعبت بدماغها لما دخلت الجامعه وشافت امثال سميره طلعت، بقت حاسه انها ما عاشتش، بقت كل يوم ترجع لنا بحكايه شكل فلانه لابسه معرفش ايه، دي متجوزه ابن فلان، دي جايبه عربيه شكلها معرفش ايه، مع انهم كلهم ما يجوش ربع جمالي. والمشاكل ابتدت تزيد بينها وبين علي القاضي، مشاكل وتكبر، وما كنت اروح اصلح بينهم واقول لها ده علي القاضي اللي بيحبك واللي حبتيه يا امينه، تقول انا حبيته ياما عشان ما شفتش غيره. وعشت البدروم دي مش مكتوبه علينا، ياما عشت الفقر وابويا والعلي القاضي مش مكتوبين علينا، لنا عيشه تانيه غير كده وهتشوفي ياما. وصدقتها ومشيت ورا، ويا ريتني ما صدقت، ويا ريتني ما شفت، يا ريتك كنت عشت يا امينه في البدروم ولا استنى اما اشوفك تحت الارض وانا عايشه يا ربي. طيب يا ستي خلاص خلاص يا ستي، استهدي بالله كده وهدي نفسك شويه. انا عايز اطمنك ان اللي قتل بنتك هيبقى في ايدنا خلال كام ساعة بالكتير، بس اهدي كده بقى علشان في كام حاجة في كلامك مش فاهمهم ولازم افهمهم. ها خدت كام في العمليه دي يا عم الشاعر؟ تصدق انا كنت فاكرك صاحب مبادئ مستعد انك انت تموت شهيد المسل العليا، بتاري القيم بتاعتك كلها فطش. من الحكايه انك بس ما كانتش جات لك الفرصه علشان تبقى اسوأ من اللي بتشتم وبتلعن فيهم ليل ونهار، بس أول ما جات لك الفرصة ما ترددتش أبدا، هوب نطيت ولقفتها في حضنك وهي طايرة ولا سابت البطل في زمان. الله يرحمه، كنت بحبه قوي سابت البطل ده، مش هتعوض. تحس إن اسمه كانت خلق عشان يكمل الأسطورة بتاعته، ثابت وكمان البطل. شوف الخيال يا باشا، كأنه خيال شعرة. انت عارف يا باشا ان نور الشريف اصلا اسمه محمد جابر؟ انت عارف دي؟ طب انت عارف انك خدت صابونة ونقبك جه على شونة؟ انت عارف دي؟ اه والله، اصل احنا قبضنا على دكتور شريف راسخ بعد تقرير الطب الشرعي ما اثبت
ان القتل حصل بسكينه تانية خالص غير السكينه اللي كانت في رقبه القتيله، ولاجل حظك النحس نلاقي السكينه دي مدفونه في بيت الست قريبه الدكتور شريف راسخ، وتطلع حكايه قعدته في التراب دي فيلم كان هو مألفه علشان يغطي على جريمته، بالظبط زي فيلم الاعتراف اللي حضرتك ألفته تحت رعاية وإشراف البرنس نديم كمال، وطبعاً طقم الخبراء القانونيين بتوعه اللي ظبطوا لك الحكاية. اللي قول لي يا علي، هل حظيت بشرف لقاء نديم كمال؟ ولا هو يعني ما احترمكش لمؤاخذة دي الكلمة وراح محولك على السكرتارية بتوعه وهم اتفقوا معاك؟ يا علي مالك؟ بتبص لي كده ليه؟ يا علي يا على دماغك الساذجه، شوف ودتك فين؟ تكونش فاكر يا علي ان انا جاي دلوقتي علشان اوقعك في الكلام واسجل لك والجو القديم ده؟ طب انا يا علي هدي لك حته دين فرصه ما يحلمش بيها امثالك من المجرمين التافهين ولا حتى المجرمين الكبار اللي مشغلينكم. انا هدي لك فرصه انك تفتش ضابط مباحث يا علي عشان تتاكد بس ان انا مش بسجل لك ولا بوقعك ولا حاجه. يلا ما يلا يا علي فتشني فتش، ما تفتشني فتش يا علي. ايه مال شكلك كده؟ انت مكسوف ومقلق؟ تصدق ان لو كنت مكانك برضه انا كنت هبقى مكسوف ومقلق لحسن الناس تكتشف حقيقه النكسه بعد ما كنت شاعر وعاشق يا حول الله قتل خطيبته علشان محروق من قلبه على قصه حبه الفاشله وعلى كرامته اللي اتمرمغت في التراب 100 مره، بقيت شخص تافه حقير اتضحك عليه علشان يشيل قضيه عشيق خطيبته اللي قتلها. كل ده عشان الفلوس. انت على كده يا علي يا ابني لو كانت جات لك الفرصه اللي هي من وقتها يعني كان زمانك بقى متجوزها ومسرحها بقى بنفسك. ايه يا علي؟ كلامي دبش انا عارف انا ما دب. معلش ايه وجعتك ضايقتك؟ كويس ان لسه عندك شويه من الاحمر، كويس ان لسه فيك نخوه. بص يا علي، احنا برضو ممكن نقول للناس الحقيقه، احنا برضو ممكن نقول للناس ازاي اتعرضت لتهديدات بشعه انت واهلك علشان تحمي سمعه واحد من الكبار اللي خايفين على مصالحهم واللي مستعدين يعملوا اي مصيبه في الدنيا علشان يحموا مصالحهم دي، حتى لو كان الثمن ان هم يضحوا بشاب ساذج ويقولوا له شيل القضيه دي واحنا قادرين اننا نخرجك منها، وهم طبعا كل اللي هيعملوه ان هم هيسلموا رقبته لحبل المشنقه. يا ابني اصحى افهم، افتح. انا مش هستنى الرد منك دلوقتي يا علي، فكر لحد بكره، ولو حسيت انك عايز تعترف بالضغط اللي عمله عليك نديم كمال ابعت لي وانا هاجي لك فورا. على فكره انا سمعت من ام امينه موال في جدعنتك، يا ريت تورينا حته صغيره منها. شفت الحوار بتاعك جاب لي فين؟ كان قلبي حاسس من الاول. واضح ان نديم كمال والبهوات اللي زيه بقوا مقدسات في البلد دي، بس انا مش ندمان على كل كلمه قلتها، هقولها في النيابه هقولها قدام النائب العام، ومش هسكت على نديم كمال وزيه.
والله سيادتك انا مش عارف ولاد الايه ازاي شموا خبر بموضوع شريف راسخ ده، مع اني منبه عليهم سعادتك هتخرب بيتهم لو الموضوع ده اتعرف. بالعكس كويس قوي ان الجرايد والتلفزيونات خدوا خبر، علشان الكذبه بتاعت علي القاضي ما تعيش ونديم كمال يفرح بيها. طالما باب الشك مفتوح، طالما الامل كبير انه يقع. وسيادتك اللي قلت لهم ولا ايه يا باشا؟ يلا يا ابني علشان نشوف شغلنا. لا يا راجل لا والله مش نبطل ضحك شويه؟ لا 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 سيبه يا خالد بيه، سيبه يضحك براحته خالص. عادة بقى بعد الضحك ده كله بيحصل ايه؟ بيحصل عياط وبيحصل انهيار واعتراف، مش كده ولا ايه يا دكتور؟ لا والله ده مش نوع الضحك اللي انا مستنيه بصراحه. الضحك ده فيه سنه قله ادب على اعتبار يعني انه ضحك من غير سبب. حرام عليك يا باشا، بعد كل اللي حضرتك قلته ده مش شايف ان في سبب للضحك؟ ليه هو انا قلت لك نكته يا روح؟ يا دكتور يا دكتور انت ممكن تروح على حبل المشنقه بتقرير الطب الشرعي ده وريني بقى ساعتها هتضحك ازاي. انا اسف حضرتك، انا اسف بس انا بضحك على الفرقه. تعرف حضرتك في الدراما الاغريقيه القديمه كانوا بيقولوا ان اكتر حاجه بتعمل كوميديا قويه هي المفارقه، يعني مثلا تلاقي راجل ضخم جدا كله عضلات وبيخاف من الفارقه. ايوه المفارقه عارفها. عندنا بقى في الدراما المصريه في مفارقه بالنوع تاني، مثلا تلاقي راجل شكله محترم كده ومتعلق بالبوص، عارفها المفارقه دي. ايه علاقه الموضوع ده بانك ارتكبت جريمه قتل؟ اصلا الليله اللي بتهنا في ضيافه حضراتكم قبل ما اروح النيابه قابلت عسكري مسكين غلبان اخد باله من حكايه المفارقه اللي بقول لحضرتك عليها دي، وكان مستعجب قوي ازاي ابقى امريكاني ودكتور مشهور قد الدنيا واتعامل معامله زي دي. وقال لي انت لو شفت الامريكان بيتعاملوا ازاي في البلد هتقف فرقع من غيظ. على فكره انا مش هقول على اسم العسكري ده لانه كان انسان طيب قوي ورقيق. المفارقه بقى في ايه؟ ان العسكري البسيط ده شك ولو لحظه واحده بس، فايه اللي ما يخلينيش اطلب معامله خاصه طالما انا عندي الباسبور الامريكاني دكتور مشهور قد الدنيا؟ في حين انكم رجال المباحث والخبره الطويله تعاملتوا مع معلومه ان جراح مشهور حقق نجاح مذهل في امريكا على انها حقيقه ما فيهاش اي شك. ولما طلبتوا ان انا اقدم لكم الاوراق الرسميه قدمت لكم الباسبور المصري وقلت لكم ان انا ما بحبش اخش بلدي بالباسبور الامريكاني عشان ما احسش ان انا غريب فيها. وانتوا طبعا صدقتوا الحكايه وكنتوا يمكن فرحانين ان في واحد مصري بيحب بلده للدرجه دي. مع ان زياره رسميه للسفاره الامريكيه كنت هتكتشفوا انه اصلا ما عنديش باسبور امريكاني او جنسيه امريكيه. انا عشت فتره كبيره في امريكا صحيح بس عمري ما كان عندي الجنسيه. كنت بحلم بيها وكنت على وشك ان اخدها. بس بقى البركه في 11 سبتمبر وتنظيم القاعده اللي قضى الحلم ده زي احلام تانيه كتير. منها مثلا حلم ان ابقى جراح مشهور اللي قضيت عليه الثانويه العامه والمجموع والتنسيق فدخلت صيدله. واتخرجت دكتور صحيح بس دكتور صيدلي. وبعد سنين من البطاله المقنعه والمرمطه في صيدليات ما تقلقش بواحد ابن ناس زيي قررت اني اسافر امريكا. وهناك اشتغلت في شركات ادويه وعملت فلوس مش بطاله بس مش اكتر من الفلوس اللي عملتها من محل فول وطعميه فتحته في شارع من شوارع ديترويت الميلان عربي. محل ايه يا سيدي؟ فول وطعميه ستك. فول وفلافل. طبعا ما كانش ينفع اقول لعيله الدكاتره الكبار ان ابنهم انتهى بيه الحال صاحب محل فول وفلافل. فاللي حصل ان انا صحيت الحلم القديم وقلت لهم اني دخلت الجامعه ودرست جراحه وبقيت جراح شاطر. دخلت شركة لبنانيين تاني معايا وفتحنا فرع تاني في ديترويت فول وفلافل تاني في ديترويت ونجح جدا. ومن ساعتها كل ما افتح فرع جديد ابعت شهاده ترقيه مضروبه بالانجليزي الاهلي ومعاها صور بالبلطو الابيض ليا مع المرضى اللي انقذتهم بعد عمليات جراحيه حساسه جدا. ايه راي حضرتك في القصه؟ لا حلوه السكه دي. انت عايز يعني تخرج من جريمه القتل بانك اصلا مش جراح؟ مش بحكي لحضرتك حدوته خياليه، دي حكايه ليها وقائع واسماء، وممكن حضرتك عن طريق السفاره الامريكيه والاف بي اي تعرف اذا كنت بكذب ولا لا. طيب لما حضرتك راجل صيدلي وربنا فتح عليك بموضوع الفول والطعميه في ديترويت، ايه اللي خلاك ترجع مصر وتنتحل صفه جراح؟ اوعى تقول لي من لادن من القاعده. لا المراد حماس هي اللي رجعتني. احنا هنهزر بقى ولا ايه؟ يا ريته كان ينفع يا فندم.
انا من سنتين بالظبط دخلت في خلافات مع شركاء اللبنانيين. طبعا حضرتك عارف احنا كعرب قد ايه بنبقى لطاف قوي مع بعض لما نختلف. المشاكل وصلت للمحاكم وريت على كده وبس. فجأة لقيت نفسي متهم بعد شكاوى كيدية بتدعيم منظمات إرهابية لمجرد إنها طقت في دماغي يوم إن أنا أتبرع لأطفال غزة بعد اللي عملته فيهم القوات الإسرائيلية. خلصت من المشاكل بس كنت خلاص اتحطيت بلاك ليست. قلت أصفي أعمالي في أمريكا وأرجع أعيش في بلدي بدل الغربة اللي أنا فيها دي. ماشي يا سيدي. خلينا ورا الجراح لحد باب الدار. عايزين نفهم لما الوالد والوالدة توفوا ايه اللي خلاك مصر على انك انت تكمل في دور الجراح ده؟ صافي الله يرحمها. صافي الله يرحمها. صافي الله يرحمها كانت منزله اعلان في الجورنال مطلوب جراح عشان احبه. حضرتك بتسال ولا بتهزر؟ لا بهزر طبعا. هو انت بتقول كلام يتصدق اساسا؟ ايه بتحكي لي حدوته قبل النوم؟ حضرتك انا كنت راجع فعلا ومش ناوي اكمل في الكدبه. ما كانش في اي داعي نكمل. اللي فضلت ليا علاقات بيهم من عيلتي ناس قليله قوي مش كتير، ما يفرقش معاهم انا بشتغل ايه او بعمل ايه في دنيتي طول ما انا مش محتاج له. وانا كنت راجع من امريكا ومعايا فلوس كتيره ما تخلينيش احتاج لاي حد خالص. بس انا قررت اكمل بعد ما عرفت صافي. لا 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 اشتغل التاني ولا ايه؟ لا طب ما دام بقى بتضحك كده وفي فاصل كوميدي في الفيلم الهندي ده يبقى اتضحكنا معاك بقى. ورحمه ابوك وامك يا شيخ لا انت مضحكنا معاك. لا لا لا, لا يا بقى. وانا بحكس عشان ارجع مصر ما لقيتش تذاكر الا في الفيرست كلاس. كان ممكن استنى اليوم اللي بعديه بس قلت والله العظيم ما انا مستني في البلاد يوم واحد بعد البهدله اللي شفتها. وحجزت في الفيرست كلاس ورجعت. وهنا بقى يجي دور القدر وتيجي قعدتك جنب صافي سليم لزم. لا انا كنت قاعد بعيد عنها بس انا شفتها وما دخلت الطياره وعجبتني زي اي راجل بيشوف ست جميله وتعجبه. الله على كده. طبعا طبعا فاهمك. وانت راجل بقى بقالك سنين في الغربه ووحشك كده سحر الشرق. وبيني وبينك الست المصريه برضو ليها سحرها وخصوصا لما تبقى فيرست كلاس. يوميا كان راكب معانا على الطياره راجل سخيف قوي مستفز. عرفت بعد كده انه رئيس نادي رياضي وعضو مجلس شعب. اتخانق مع المضيف عشان وقعت على هدومه كوبايه عصير. قل ادبه عليها بشكل ضايق كل الناس برغم انها اعتذرت له اكتر من 60 مره. كنت لسه بفكر اقوم اسمعه كلمتين باخين لقيت الست الجميلة الرقيقة الشيك دي هي اللي بتقوم وبتمسح بكرامة الأرض. حاول يقل أدبه عليها وقال لها تعرفي أنت بتكلمي مين؟ أنا ممكن أوديكي في 60 داهية. قالت له عارفة كويس أوي أنت مين؟ أنت حرامي. وبعد كده سمعت له سلم الشتايم كان بقالي كتير قوي ما سمعتهاش. يا سلام يا سلام. اصحى خالد بيه للقصة دي. اصحى بقى للحب من أول رتحة. وعنها بقى قمت حضرتك فازز من مكانك ومتشعبط فيها وقلت لها يا سلام يا ست قاعد فكريني بالكلام الحلو اللي بقالي سنين ما سمعتوش في مصر. الراجل حاول يمد ايده عليها. مسكت ايده زقني زقيته وحاول يتهجم عليا ضربته وقع على الارض. قامت صافي قلعت الجزمه واصرت تضربه بيها. تدخل امن الطياره وحاول يفض الخناقه بالطريقه المصري بتاعتنا. يا جماعه ما صحش كده هدي نفسك امسحوها فينا الطريقه بتاعتنا دي. بس واتولدت قصة الحب بين السماء والأرض. لا هي اتولدت في لندن لما نزلنا ترانزيت في مطار هيثرو. لما جت عينيا في عينيها قعدنا نضحك بشكل هستيري. ولما بطلنا الضحك بصعوبة عرفت من نفسها صافي سليم. رحت أنا قايل لها دكتور شريف راسخ وابتدت الحكاية. صح معذور طبعا. أمال هتقول لها إيه؟ دكتور شريف راسخ أخصائي فول وطعمان. بالعكس أنا لما كنت أعجب بيها وفكرت إني أتجوزها كذا مرة كنت بحاول أصارحها بس هي كانت دايماً تقول لي مش عايزة أعرف أي حاجة عن ماضيك. مش عايزة ترغي في الماضي طبعاً لأسباب تخصها لأسباب عرفتها أنت بعد كده؟ قبل ما نتجوز حاولت كذا مرة تصارحني بماضيها بس أنا كنت خلاص اتعلقت بيها. كنت خايف إن أنا لو صارحتها أنا كمان ما تسامحنيش. أعتقد إن أنا حبيتها. معرفش. ممكن حبيت أتجوزها. المهم إن أنا أصريت إنها ما تحكيليش. طبعًا كنت بتعذب في كل مرة كانت بتقول لي إنها بتحلم باليوم اللي تسيب في مصر وتعيش في أمريكا لأنها اتعذبت هنا أوي. كنت بفكر أصارحها في اللحظة دي بس كنت خايف أبص ألاقي نفسي وحيد تاني بعد ما لقيت حد بيحبني بجد. لغاية ما عرفت ماضيها بنفسك في ليلة الفرح. وهي بتحكي لي قصتها مع نادين كمال وانها حكايه انتهت وراحت لحالها.
وان انا اكتر راجل هي حبيته في حياتها. فكرت صراحه هي كمان بان انا مش بس كدبت عليها في موضوع الجراحه، لا كدبت عليها ان انا ما حبيتهاش بجد. انا لو كنت حبيتها بجد كنت سامحتها. انا عارف انها حبتني بجد، يا ريتني كنت صرحتها، يمكن ما كانتش اتقتلت. اكيد ما كانتش اتقتلت. ترى حضرتك ايه في الموضوع؟ مش عارف والله اقول لك ايه يا دكتور ولا اقول لك يا معلم. يعني انا هفترض ان انا صدقت قصه الخيال العلمي بتاعتك دي بعد ما اتاكدت منها بطرقي طبعا. برضه في سؤال محير، يعني لما انت وراك المصايب دي، لا مؤاخذة يعني في الكلمة، منين جات لك الجرأة انك انت تخبط في نديم كمال قدام وسائل الإعلام؟ يعني أنا لو منك كنت أقول يا حيطة داريني، وكنت على أول طيارة رايحة مالطة، وهناك بقى أفتح لي مطعمين مأكولات مصرية وسلطات. عندك حق، المنطق بيقول كده. كان ممكن أسافر وأكبر دماغي خلاص، بس مش عارف، لقيت ان اقل حاجه ممكن اعملها للمسكينه اللي اتقتلت دي ان اقف قدام واحد حقير زي نديم كمال ده، توصل بيه الوقاحه ان هي حياتها لمجرد انها مش عايزه تكمل معاه. لما صحفي اياده سالني استفزني صح روح التحدي جوايا، خلاني افتكرت ايام الجامعه واحنا طلبه في المظاهرات لما الامن المركزي كان بيضربنا عشان ما نوصلش عند سفاره اسرائيل. افتكرت نفسي انا بتهان في امريكا لمجرد اني مشتبه فيه كوني ارهابي. افتكرت حتى صافي وبتتخانق مع الراجل المنفوخ على الفاضي في الطياره. ما اعرفش انا عملت كده ليه. كل اللي اقدر اعرفه ان انا عمري ما كنت راضي عن نفسي زي دلوقتي، وهفضل مكمل لحد ما نديم كمال ده ياخد جزاء هو واللي زيه. سعادتك مش مصدق طبعا، بس هو حسابها صح. ليه مش مهم عنده ان هو يتحبس في جريمه تزوير وانتحال صفه اهون سعادتك من انه يلبس جريمه قتل؟ ومين قال لك بس ان هو هيتحبس بتهمه انتحال صفه؟ ازاي سعادتك؟ احنا لا قبضنا عليه وهو بيعمل عمليه في عياده، ولا مسكناه وهو مقدم ورق مزور. المساله كلها كدبه، وهو قالها لواحده علشان يتجوزها، والواحده دي بقت في ذمه الله. ايوه سعادتك، بس ممكن النيابه توجه له التهمه بناء على اقواله. ايوه، ومين قال ان احنا هنحوله للنيابه اصلا؟ وايه دليل الاتهام اللي هنحوله بيه؟ نحوله للنيابه عشان ايه؟ يقعد يتلامض ويترازل ويقول اي كلام فارغ؟ والله سعادتك ده اللي جه على بالي. تعال بقى يا شيخ، لو قدرنا نجيب اعتراف من على القاضي بانه كذب في كل اقواله، يعني نقول استدعينا الشيف راسخ نسمع اقواله ونشوف يتم مين قتل مرات صاحبك. بقول لك يا عبيد. ايوه يا باشا. صفار البيض ابيض ولا ابيض؟ بيض. صفار البيض ابيض ولا ابيض؟ رد عليا. ابيض يا باشا. هي دي بالظبط الغلطة التافهة اللي احنا عملناها يا عماد بيه، وغلطتي ان انا ما راجعتش وراك، ومشيتنا كلنا في نفس الغلطة وراك. يا عماد بيه، سيادتك عملت تحريات ممتازة على موبايل صافي سليم، وجبت لنا كل المكالمات اللي تمت على الموبايل منها وليها. تمام. سيادتك كمان يا عماد بيه عملت تحريات ممتازة عن التليفونات اللي عملتها صافي سليم على تليفون الفندق لناس بره. تمام. لكن عدت عليك لانك شفتها تافهه قوي ان ممكن تجي لها تليفونات من بره على الفندق وتتحول على السويت يا عماد بيه. حذرتك يا باشا، حذرتك سعادتك. صفار البيض اصفار يا سعماد. انا عايز كشف بكل المكالمات اللي جات لها على تليفون الاوتيل وتحولت للسويت بتاعها، واضح؟ تعليمات فندم. حسن باشا، حسن باشا، الحق يا باشا. مصيبة، مصيبة. في ايه يا ابني؟ في ايه تاني؟ بسرعة يا سيدي، يلا بسرعة يا اشرف بيه، خلي الدكتور يكلمني من هناك. اتفضل. ما تقلقش سعادتك، الحمد لله انه لسه حي، وباذن الله هيلحقوا في المستشفى. كل اللي كانوا في النبطشية يتحولوا للتحقيق فورا، والكبير قبل الصغير، سامعني؟ أنا عايز أعرف الموز ده مين اللي دخله؟ مين النوار اللي حصل ده؟
سعادتك لو كان في حد ورا اللي حصل لعلي القاضي ما كناش هنلحقه، على الاقل كنا هنحط له سم في القتل او كنا بنينا مشروع ومكتوب جنبه رساله انتحار. مش جاي سعادتك يكون علي القاضي ده محتفظ بالموس معاه بحيث ان احنا لو اكتشفنا ان هو بيكذب في اقواله يوم ينتحر ويهرب من الفضيحه سعادتك؟ بقول لك ايه؟ خلي استنتاجاتك دي لنفسك. انا لما اقول يتعمل تحقيق فورا يعني يتعمل تحقيق فورا. حاضر. انت مش فاهم قصدك. انت فاكر انها هتعدي بالسهل؟ بكره يطلع لنا 100 واحد يتهمونا بالتواطؤ مع نديم كمال في قتل علي القاضي قبل ما يعترف بانه قبض منه فلوس عشان يشيل القضيه بداله. افهمني ازاي سعادتك؟ اذا كان احنا اللي اكتشفنا ان هو اللي بيكذب. خالد اسف سعادتك، كل الموجودين في النبطشيه هيتحقق معاهم فورا. معاليك ايه يا عماد؟ لا يا عماد اتكلم بسرعه، انا مش طايق نفسي. طيب انا جاي زي ما سعادتك شايف مع الباشا قبل ما يكلمها من تليفون بيت كلمها كتير على الموبايل فانا ما ردتش عليه، وده اسم سعادتك على قائمه الميست كولز. بعد كده مع الباشا واكلم الاوتيل عشان اعرف رقم السويت حولوه عليه على طول، ودي كانت المكالمه الوحيده اللي جات لها اثناء دخولها السويت واكتشاف الجثه. هي حاولت تكلم موبايلات كتير يا فندم، موبايلها طلبتهم ما ردوش عليها، فاضطرت تستخدم تليفون الاوتيل مع الباشا. عايز اشوف ما واخوها فورا. وصلت له؟ فين؟ طيب كويس قوي، خليكوا عندكم وانا جايلكوا حد. انا جايلكوا حد؟ عرفت سعادتك انه معتكف في الجامع ده بقى له يوم بحال.
قتلت بنتك ليه؟ اوعى تقول لي انت قمت فجأة لشرفك بعد الفضايح اللي حصلت في الفرح اللي حكيتها لك نجوى في التليفون. انت رايح الاوتيل وانت مقرر انك تقتل امينة. ايه اللي قلته لك في التليفون؟ بركات قال انه ادالك رقم الجناح بتاعها في الاوتيل لما اتصلت بيه علشان تشتكي له انك عمال تكلمها على الموبايل بتاعها وهي مش عايزه ترد عليك. قمت مكلمها في الفندق. ايه اللي قلته لك في المكالمه خلاك تقرر انك تروح تقتلها فورا؟ اكيد قالت لك اللي كان المفروض ان امها تقوله من زمان بس كانت خايفه انها تقوله، ولما جت لها الجرأة انها تحكيه حكيته بس بعد فوات الاوان. مش فاهمه انت ايه بالظبط؟ انت بتكلمني ليه؟ عايز مني ايه؟ لحقت خلصت الفلوس اللي لهفتها مني امبارح؟ ايه سكرت بيها كلها؟ تطمن عليا. لا والله فكر خير، انت اخر بني ادم عاوز ان انا اسمع صوته دلوقتي. ما تقعدش يا بنتي، ما تنطقش الكلمة دي على لسانك. أنا ماليش أب. هو كان في أب طبيعي بيعمل في بنته اللي أنت عملته فيا؟ أسامحك؟ أسامحك على إيه ولا على إيه؟ مش ممكن أسامحك على اللي أنت عملته فيا، مش ممكن. أوعى تكون فاكر إن مساعدتي ليك ده معناه إن أنا سامحتك. أنا كنت بساعدك بس عشان أتقي شرك، لكن أنا عمري ما سامحتك، عمري ما سامحتك على اللي أنت عملته فيا. عمري ما سامحتك ولا هسامحك. لا مش هوطي صوتي ومش هسكت، وهقول للناس كلها اللي انت عملته فيا. هقول للناس كلها ان انت لا اب ولا ليك اي دعوه بالابوه، انت مجرد حيوان معدوم الضمير. عشان تبقى فضايح بجد بقى، وعشان تبقى عارف احب افرحك كمان. مش بس اتطلقت واتفضحت قدام الناس كلها، هتنزلي سيديهات عريانة على النت. هتنزل على النت. والله مش مصدق. انا شايفاها بعيني امبارح انا وعريسي. بعتتلي على الاوتيل اللي انا بتجوز فيه عشان يبقى مفيش بعد كده فضايح. خلاص هيجرالي ايه اكتر من اللي جرالي؟ ما تقولش ابويا وما تقولش بنتي، مش عايزه اسمع الكلمه دي تاني. يا اخي ارحمني بقى، ارحمني بغايه اللي عملته فيا كفايه. ولاخر مره بقول لك، لاخر مره بقول لك، لو حاولت تتصل بيا او تكلمني او تشوفني هفضحك قدام الناس، فاهم؟ منك لله، منك لله. الله ينعل ابو اليوم اللي خلفتني فيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا المره دي حسيت انها مش هتسكت زي ما سكتت زمان. خلاص ما عادش فارق معاها اي حاجه، وممكن تفضحك وتفضح نفسها بجد، وعشان كده قررت انك تقتلها فورا. اخترت احسن لبس عندك علشان ما تلفتش الانتباه وانت داخل الاوتيل. ما كانش يخطر على بالك ابدا انك لما توصل الفندق ما حدش هيسال فيك اساسا وانت داخل. مستغرب انا عرفت ازاي؟ عندك حق، مجموعة صدف ما كانش ممكن انها تتجمع ابدا الا علشان ربنا عنده حكمة انك تقع في الاخر. صورتك وانت داخل الاوتيل لقيناها على كاميرات المراقبة بتاعت مدخل الفندق قبل وقوع الجريمة بحوالي ساعة. صحيح انها كانت لقطة سريعة، وشك ما كانش باين فيها قوي، انما نقول ايه بقى؟ مش بقولك حكمة ربنا، ده غير ان المكالمة الوحيدة اللي جت لها على التليفون بتاع الفندق كانت المكالمة بتاعتك. قررت تطلع السلالم علشان محدش ياخد باله منك. ما كنتش تعرف ان الظروف هتساعدك وان الباب هيتفتح من غير ما جرس الانذار يضرب. انت اصلا ما كنتش تعرف ان في جرس انذار ممكن يضرب لو فتحت باب سلم الطوارئ. الفوضى العظيمة اللي احنا عايشينها خدمتك أكتر من اللازم.
وصلت لغاية باب السويد، خبطت. بصت أمينة من عين الباب، شافتك، والغريبة أنها برغم كل اللي قالته لك في التليفون ما شكتش ولو للحظة أنك ممكن تعملها فعلا. انت ايه اللي جابك؟ ايه ده؟ ما بتفهمش يا اخي. ايه ده؟ انت جننت؟ ايه اللي انت عملته ده؟ طب وديني لبلغ السكيورتي يطردوك بره. كفايه بقى اللي عملته فيا. امي يا اخي Thank you.
طب يا ايتن، مش احنا كنا اتفقنا على انه النهارده علي وجمانه هيقضوا اليوم معايا و... يا ايتن، ما هو يعني طب علي ما جاش ليه؟ تمرين سباحة ايه بس يا ايتن؟ اشمعنى النهارده؟ طيب يا حاضر. لا احنا مش اتفقنا على ايه؟ مش اتفقنا ان احنا قدام الولاد طيب على الاقل بيست فريندز؟ صح. طيب خلاص، بصي لي علي وانا هبقى اكلمك ونعمل معاك تاني. متشكر جدا يا ايتن. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. وخلاص الفيل اكل كل الاكل. مش تعالى. السلام عليكم. هتاخرفه اهو. طب هو علي مش جاي خلاص؟ لا علي مامته بتقول معلش يعني سوري عشان عنده تمرين سباحه لانه نازل بطوله قريب، مش كده يا جوجو؟ اه نازل بطوله. هنا بقى المفاجاه. صح؟ ده مش ده صبري الكبير ده؟ ده صبري بقى، شوفي وريني. ده مين ده؟ عمر ده ولا سعيد؟ كفايه كده، انا متهيألي هم خايفين اصلهم. حبيبي كده طبعا، حبيبي كده. ويا صغيرك كنت جايب لها واحد قد ده؟ قدها بقى. ليلى، يا ليلى.